باب دعوات النبي نبغتوك ميال شيء بابه. قال المؤلف رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صبا قال حدثنا شعبة نبي إسحاق عن ابن أبي موسى نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أبي موسى نيوه أنه أن النبي كان النبي نومي هذا يدعو النبي نبي الدعاء صلى وهذه بهذا الدعاء الدعاء تنك الدعاء صلى ربي يا ربي ربي يو اغفر لاف لي الله أنت خديتي قف كي انداف وجهلي جاهل مذي ولين جاهل من سمي انداف وإسرافي هاد قذب كي اندافي أمري أمر كي كهاد قذبي كله كل أمري أمر كي كل شيء كهاد قذبي وما ولا غي انداف أنت ذيب لا وعلم اقدبه بما ماغ مني أن هجي اقد اللهم يا الله والله اغفر لاف لي الله أنت خدائي قف كي انداف كله كل الخدائي قف كل شيء انداف واي وعمدي قصد كي انداف وجهلي جاهل نمدي والإنسامة انداف وهزلي ايارتي والإنسامة انداف وكل ذلك المذكور كان شيء كاسة كل شيء عندي أنا قديها هذا اللهم يا الله ولا يغفر لا فلي الله أنت ما ولا أجي قدمت أن هرم السدي من الذنوب ينداف وما ولا أجي أخرت أن قد المرسدي ذنبين ينداف وما ولا أجي لا ينداف علنت أن ظاهر سدي أنت إله وذا المقدم ولي هرم ريسيا ويأت لأوليائك أوليد الدرج سريت ديرسيا ويأت وأنت ذا المؤخر ألي أخرا ويأت لأدائك ذوك أن قد على درج ذي النقاس وأنت إله على كل شيء شيء كسكدير الله أودي أتوا يديك نصحي حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال ما يكو قولي عبيد الله حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكرة بن أبي موسى وأبي بردة أحسب أن ما يملأه أبا بردة سنة عن أبي موسى إن كوريا أولي لما دي أبا موسى لا كوريا عن أبي موسى الأشعري عن النبي أنه أن النبي كان نبي نوم هذا يدعو النبي نبو الدعاء صلى اللهم يا الله ولا يغفر لاف لي الله أنت إنداف خديتي كيف كي إنداف وجهلي جهل مذا إنداف وإسرافي هات قذب كي إنداف في أمري أمر كي كات قذبي وما ولا غي إنداف أنت إله وذي بعلم أقدب به بما ماغ مني أن هكي أقدر اللهم يا الله ولا يغفر لاف لي الله أنت إنداف هزلي كفتن كي ولي كفتن أن سمي إنداف وجدي دبتي ولي أنا نبها أن سمي إنداف وخدي كيف كي إنداف وعمدي قصد كي إنداف وكل ذلك المذكور كل شيء كاسة كل شيء عندي أقدر هذا الحديث كن صحيح حدثنا أبو عاصم أن حيوة دعاء وأن حيوة قال حيوة ما يقول حدثنا عقبة بن مسلم أنه أن عقبة يسمع ديجي أبا عبد الرحمن الحبلي يكدي عن سنا بحي أن معاذ بن جبل قال معاذ ما يقول أخذ بيدي قال أنت يا النبي نبو قبضي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نومير يا معاذ معاذ قلت أن ما يقول لبيك كأجيبي قال النبي نومير قال إني أنا أحب الجيل أنا كأذك الجيل معاذ قلت أن ما يقول وأنا نيدون حتى والله أكدار ذي أحبك يا رسول الله إلهي رسول كيسي ونيدون كجيل قال النبي نومير قال ألا أعلم مبرأي وكاذك براي كلمات كبراي تقول أنت أذك قلسا كلمات في دبر كل صلاة صلاة كست قدال شاد كو قولاس كبراي كلمات كي جيلا كلمات فايلان كبراي نتكلم عن يالمانا كلمات كسينا خيصدان رسول الله لن كيس جيلا دي براي قلتان ميكو قولي نعم ها إبارو كلمات كسوي قال النبي مره قل دي اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحزن عبادتك اللهم يا الله والله أعين أنت إله كالمي نياني كالمي على ذكرك وسكا كرشيين كالمي وعلى شكرك ما هذه انت كرشة النعمة هذه سيدي أن إنك ما هذه وإنك كالمي وحسن عبادتك عبادة وناجين تهدي إنك كالمي وحي حديث كنا صحيح قال المؤلف رحمه الله وحدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال بشر ميك قول حدثنا الجريري عن أبي الوردي عن أبي محمد الحضرمي أبي محمد كاس عبد الله اللري خير حضرمي لك نسبة عن النبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أبو أيوب جاء قال رجل رجل كواميك قول عند النبي نبقد اسميك قول صلى الله عليه وسلم الحمد مهد لله إلهي مهد اسكن له حمد إلهي مهد حمد أسو كثيرا فربدا حمد أسو مباركا لبرك في الحمد فقال النبي نوميك قول صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة كلمة أيك صاحب شيء أيك هذليه من كيبا صاحب الكلمة كلمة صاحب شيهو فسكت النبي فسكت الرجل رجل كي آموسي ورآه رجل كي مين غرقي أنه أن الرجل رجل كب هجم رجل كي ني أوني هجومي آه يعني إني هماي
إني هجومي من النبي نبي هجومي صلى الله عليه وسلم على شيء إن شيء هجومي شيء سو كريه نبي نبي كهذي هو شيء كهذي أي كلمة كهذي يبوب لاري ما يفهم يا ملا يا الرسول كلي هجومتي معنا ورتي ولسك هذا ولا هذا أرتي يا سري معنا فسكت الرجل الرجل كي أي هوب لاري من صاحب الكلمة هوب لاري آموسي ولا الرجل الرجل كي ما يبان غرقي أنه أن الرجل بحجمه إني ورري من النبي نبي ورري صلى الله عليه وسلم على شيء كورري شيء كور شيء كشيء شيء قال سكر يا النبي كهذا هو شيء أبصر إيمانا ولا كهذاس والرسول كهذا ولا يمكن شيء هو جمته كورتي يا إسري مركز شو مقر إيمانا هاي هاي فاي فلم يقول هو الرجل كي ما قف قال النبي نومري من هو أي من صاحب الكلمة ليك نجي من هو من صاحب الكلمة كلمة صاحب شيء فلم يقول هو رجل كاسمرنا والبون أبسطنا شجع إلا سوابع ليه أي وري منا فقال الرجل رجل كومير أنا أنواي أني وكان كقولي أرجو أنو مير جاي بياب الكلمة توان الخير لا يرجع يو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ليما خير ليل فضائيري فقال النبي ولا ماني فقال النبي نومير صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيدي كسونا تكدار ذي رأيت مي بارغي ثلاثة عشرة تمي سد ملكا من ملكا وارغي تدرون دك دك آيان أيهم أي واحد منهم واحد يكم إذا يرفع كرويلوها كلمة إذا كرويلون دك دك آيان إلى الله عز وجل إلى انتكين كرويلوها كلمة أسقيمة يلت إليه يسعد الكلمة طيبوها كلمة فإلها أنت سمدل كرويل لينو tumun isid malag yak tartamaay aniga ade ani sawaab shagaade aniga ade amalkan sileeyin maana seen faylatu hadeed kana sahihun li ghayrihi sahihun li ghayrihi kulkun hordhaan maana qofka sakadali markii dambe rasuulka in fasir in faylata in sheegu alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi tas qala maykum idha taamin wajjahtu wajhiti aw kalakum idha ta du'a wal iftitaah bal kasamay ulmada ay mad du'a wal iftitaah baan gaadin kalimaad kas صحيح لغيره حديثك صحيح لغيره وعشرات المسلم أيوه وأنا صحيح لغيره قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو النوم قال حدثنا سعيد بن زيد قال سعيد ما يقول حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال عبد العزيز ما يقول حدثني أنس بن شيك قال أنس ما يقول كان النبي نوم هذا صلى الله عليه وسلم إذا أراد النبي نبغى دون أي دخول أي نقل والخلاء مسقل قالوا شدون قال النبي نوم يقول روايات كلمة للرجل إذا دخل الخلاء ليلة رجلي مختصرات والمرام سي كل إذا دخل الخلاء مسؤول هدق لو مانا أراد لنقد رجلي ما حد بناك هدك كان النبي ما هذا إذا أرماين مركوم مركوس مسؤول هذا قال إلى إذن شيء ملك قادو بناك انت هذا الهقدو كان النبي ما هذا إذا أراد النبي نبهد دونه ويدخل النبي قال الخلاء قال النبي ما اللهم يا الله لا يوني أنا أعوذ من قلبك هذه كومين قاله من الخبث شيادين كواد مغلئ كومين غلئ والخبائث شيادين كواد بلانغي كومين غلئ حديث كنا صحيح قال المؤلف رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن يونس بن ابي بردة نبيه او شبي بردة عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة ما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء اذا خرج هو رسول قد بها يوم من الخلاء رسولك باو قال يقول النبي مراي غفرانك أسألك إلهك سؤال غفرانك دافتين تاك سؤال إلهك دمغي داف سيراي مركي بنانك كوي وسيد توكو أكل غفرانك تيو صحيح من دعاء النبي دعوات النبي لك جرني حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليمان صواب قال حدثنا حميد بن زياد الغراب عن كريبين مولى ابن عباس قال ما يقول له هم كريب كسوي حدثنا ابن عباس قال ابن عباس كان النبي ما هذا يعلمه ورسولك ناونين براي هذا الدعاء دعاءن قدر ارتن براي كما سدي يعلمه رسولك نا ونين برا سوره تسونم بر سوره داس من القران قران كوميدو اعوذ انا نمغن غلا بك ادي كومين غلا من عذاب جهنم جهنم عذاب شي كومين غلا واعوذ انا نمغن غلا بك ادي كومين غلا من عذاب القبر قبر عذاب شي كومين غلا واعوذ انا نمغن غلا بك ادي كومين غلا من فتنه المسيح كلمه جد مسحناي الدجال بين بدنك هاي فيني ديسا كومين غلا واعوذ انا نمغن غلا بك ادي كومين غلا من فتنه المحيا نالله في النذية كوميجن كره خاتمهمي وللمذة ومن والمماتي يوماسي من كره ولا عصي والمماتي ومن فتنة المماتي جرد في النذية كوميجن كره خاتمهمي وعذو من قلبي كذي كوميجن قلبي من فتنة القبري قبرك في النذية سكوميجن كره دعاء ساخي أي صحيح وأي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي
عن سفيان عن سلمة بن كهير عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال ابن عباس ما يقول بيت بري قال ان دخلت هي يرتي ميمونة هذا الى دلت بالي بري قال رسول زوجي سو فقام النبي نبا قومي صلى الله عليه وسلم منك يوبل دير صلاة الليل عن قومي فاتى النبي نبا سيد حاجته حاجدي سيد اي فبال لي با حاجدي سغدي ابولي هاي سجودي فغسل النبي نبو دغي وجه وجه النبي دغي ويدي يدي النبي دغي ثم نام النبي نبو هندري ثم قام النبي نبو قومي فاتى النبي نبو سيدي القبرتا القربتا سبرار كي ودان كي بيوك جرانان سيدي فادلغ النبي نبو فري ادلغ فري شناقها حبلها حبل القبرت قبرتي قربتي ودان كي هذك شي ميري كراري ها كفري دولكا دكدي ثم تولى النبي نبو كويس ويس سيدي ولو ان ويس او بين ولوين لم ويس لم نتي او هاتي ويس سيدي بين ولوين ما نامي بو ويس دحد هذا او اي لندر اون هاينه او توني يعني وا كيسو بفسرا هي بين ولوين لم ويس يي ويس سيدي ها هي ساسو اي بين ولوين وا كو فسر شي لم يكثر هو نبغ مبدينا الماء بيوم دديدنا مبدنا وقد أبلغ وان كهل ديرديو فول من غابين فول من هل ديرين دحدحات مانا لم يكثرين نبي نبغ مبدين الماء بيو كويس اسلام مبنين ولا حال قد أبلغ النبي نبغ ويسن كهل ديردي فصلى النبي نبغ تكدي فقمت اني نقوم اي فتا هندرميا كوكم يهان لي جيف يا كوكاي فتمطيت اسدوبي ولا اسدوبي الا الدين سري ادلكاي او كرس كدكاي مانا رسولك نيك فهم لي وكن ولا سوبيو فيرياي فتمطيت يعني واك جج مع سدي اما فتمطيت استدوبي ما ناديين سدي هي استدوبي ما يوالي كراهيه ايرا النبي نبغ ارغو كاشدت اني بكنت هادي اي قدك يعني واك ها او يعني كنت هادي ابقيه ها هي سسلمى ابقيه ما اني كراهيه ايرا النبي نبغ ارغو كاشدت اني بكنت هادي اتقيه كي دورو اوكي اتقيلا نكو ابقيه لا يا ابقيه بمعنى اتقيه كدك انت هاي اي ارتقيب هو اي ارتقيب هو فسرسي انو الى اليوم انا ام او كدون نكون كي لا ليا نو كهداو يج جماعه سدي ولا داك اسكدك سلاو فتمطيت استدوب اي كراهيه ايرا النبي نبغ يعني واك مثلا با اني ارغو كهشدي اني كنت هادي ابقيه كي اونيو يعني اتقيه بمعنى اهي ارقبه ارتقبه كي الى اليوم اوكل اها كراهيه ايرا النبي نبغ اني ارغو كهشدي اني كنت هادي ابقيه كي دورو او كدون دورو اوكل هادي اي ارتقبه كي الى اليوم اوكل هادي kaashadeed oo ku dhong ilaaliyaa sayl kaarnaa oo ku dhong fiiriyaa ilaa kaarnaa daraadiyay inuu soo doobiyo leey fatawallat wa taaka ay weysay sidii faqama nabii nabo qumi yusalli nabo hal tugdo faqumto nin qumi ay yasari nabii ani wa ka yahay yasari nabii nabo biditi si qumi fa akhadha nabii nabo qobdi biidni degdeey maroji fa akhadha nabii nabo maroji biidni degdeey maroji fa daara wareejeyni ani yamini nabii nabo midigti sheey wareeji فتما فتتامت ما يتام نغتي فتكاملت ديك دكنتا فتتامت ما يتام نغتي صلاته اي فتكاملت صلاته النبي نبو صلاتي سكامل نغتي 13 تمسد ركعات من ركعة دوا تمسد ركعات كديو اللجع النبي نبو جيف ذي فنام النبي نبو هندرياتانا فخد نبي نبو الى كارضو وكان النبي نوما هذا اذا نام النبي نبا دين درو نفخ النبي نبا نكارضا وهذه هاي فاذانا ما يغاهي ايها النبي فاذانا ما يغاهي ايها النبي نبا بلال غبي صلاه صلاه دغاهي فاذانا ما يغاهي ايها النبي بلال غاهي بالصلاه بدخول الصلاه صلاه قال له باو فصلى النبي نبا تكدي سين درا يكاهي تكدي ولم يتولى النبي نبا مويسيسن تانو حدما علي شاهد وكان في دعاء النبي نبض حديث ما يكون ذات الله مجل اله ول في قلبي نورا ول وفي سمعي مغلكين اله نورا ول وعن يميني مدك دي نورا ول
وأن يساري بدتين إله نورا نور ويل وفوقي كركين نورا نور ويل وتعتي هستين نورا ويل وأمامي هرتين نورا ويل وخلفي قدالكين نورا ويل وعظيم ويني لأن لهانتين نورا نور كين ويني وها قال كريب كريب ميكو قولي قال كريب كريب ميكو قولي وذكر النبي نبغ الشيغي سبعا تضبية في التابوت وذكر سبعا وسبعا تضب في التابوت يكسونا هذا تابوت كما نعم يبان لجيدين هبت سيئن لجيدين قال كريب ميكو قولي وذكر أي حسي ابن عباس حسي سبعا تضبية حسي وذكر ابن عباس حسي سبعا حسي في التابوت هبت كيكسونا هذا فلقيت لكل من رجل على كل من رجل كاسو من ولد العباس عباس أولاد سميده فحدث الولد ولد كني أني إن شاكي بهن بالسبع طلب دي إن شاكي فذكر الولد ونقي ميكرا إن شاكي أصابي واللحمي وشعري وبشري وذكر ميكرا شاكي خزلتين يا شاكي طلب إن شاكي فذكر ميكرا شاكي أصابي اللهم اجعل نورا نور ويل في قلبي ماين اجعل ويل في أصابي سيدي نورا ويل وفي اللحمي نورا ويل وشعري تنتي نورا ويل وبشري قبلك نورا ويل وذكر هو ولد كي ميكلا شاقي خصلتين لما خصلين شاقيهم لما خصل ميلن ملايي ومخي وعظمي ومخي وجعل في مخي دوهين نورا ويل وعظمي لفتين نورا ويل انتهى سين شاقي اللي قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عبد المجيد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال ابن عباس ما يقول كان النبي نومي هذه صلى الله عليه وسلم إذا قام النبي نبو هدي قمو من الليل بعد الليل منك بعد شيء قمو أو فصل النبي نبو تكذو فقال النبي نبو فارغو صلاة وصلاة النبي نبو صلاة فارغو يثني النبي نبو أماني على الله تعالى إلهي كرشي أماني بما كأماني هو أهلب أهلو أهلو ما ما بما ولاغي هو أهلب أهلو أهلو ما ماغه لنهاديك أماني ثم يكون ما هذا في آخر كلامي كلام النبي نبو كلام شيء آخر شيء ما هذا اللهم يا الله لا يجعل ويلني أن الله أنتي نورا نور إنوال في قلبي قلبي نور نور إنوال وجعل لي إله إنوال نورا نور في سمعي مقل كي نور إنوال وجعل لي أن الله أنتي إنوال نورا إنوال في بصري إنوال وجعل لي أن الله أنتي نورا إنوال في يميني مذك دي نور إنوال ونورا نور ويل وجعل نورا ويل عن شمالي بذتي وجعل لي أن الله أنتي نورا نور إنوال من بين يدي أرتي نور إنوال ونور أنت إله نوري من خلق في قدال كي نوري وزد أنت إله ني أن إنزياد نورا إنزياد وزد زياد ني أن نورا إنزياد وزد زياد ني أن نورا إنزياد وها حديث كنا صحيح كيور إن صحيح لها حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زويران داوس اليماني عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شماء إذا قام رسول كدقم إلى صلاة قم من جو في الليل من كدتس قم وقال النبي نومير الحمد لك الحمد اللهم يا الله ولي يوم لك هذه الحمد حمد كاملة كنسون هذه أنت إله وذ نور السماوات منور السماوات والأرض سماوات كارد عليه النور يويت ومن ومنور من عليه النور فيهن في السماوات والأرض كنسون هذه النور يويت ولك إله وذ كنسون هذه الحمد حمد كامل لكن سونا ذي أنت إذا أنت إلى أنت إله وقيام السماوات سماوات كليم قومي والأرض وقيام الأرض الأرض عليهم قومي أت ولك إله وذ ميكن سونا ذي الحمد حمد كامل أنت إله وذ رب السماوات والأرض سماوات كأرض رب شويات ومن ورب من دول رب شويات فينا في السماوات والأرض كسونا ذي أنت إله وذ الحق وعليه حق وأت ووعدك بلنقات كان الحق حق واي مؤمنين تجنق رياس انقر قلاس انقر بلنقات حق واي ولقاؤك إله لكلك قيام لك لكل ما وحق الحق واي لدمضاي لك لكل ما والجنة الجنة الحق حق واي والنار نارنا حق واي وساعة ساعة قيام حق واي اللهم يا الله عليه لك هذا الآن تو أسلمت هنجا سمي وبك بربوبيتك أمنت رماي وعليك كركا وتوكلت تلساردي تلذي ذيك إندي بذي له وأنبت النقد إليك إله وذيك النقد وبك وبسببك خاصمت العدو أذو النضوذه وإليك إله وذي حاكمت حاكم كدك ذي فاغفر أنت إله داف لي أن لا أنت ما ولا قدمت نور مرسدي وما ولا أخرت أنا قد المرسدي وما ولا أسررت أنا سري سدي وما ولا أعلنت أنا ظاهر سدي أنت إله وذي إله إله قلت لا إله إله كالمجر إلا أنت هذا ما حديث كنا صحيح مسلم نوريه
قال المؤلف رحمه الله حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا أبي عبد الله عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال ابن عباس كان نبي نبوي هذا صلى الله عليه وسلم يدعو النبي نبوي كدعاء صلاه اللهم يا الله عليه إني أسأل سؤالك هذا العفو عفيك سؤاله والأولي ذنبه وعفي ذك سؤاله والعافية تاك سؤاله إني هذا عافي ما عافي سيد في الدنيا الدنيا هذه والهمات ودن وعافي آخر عذاب شيء وعافي الدنيا مرقدية كربدية وعافي في الدنيا وفي الآخرة عافيك سؤاله اللهم يا الله ولي إني أنا سأل سؤالك هذا العافية تاك سؤال في ديني دينك ينعافذ وأهلي هلك ينعافذ واستر أنت إله عورتي إله عورتي بنانك نك دورتي استر وآمين إله آمين ويل روعتي أرققها قي روعتي أرققها قي إله آمين ويل ولانك أرققها وآمين ويل وأحفظني إله وحفظي من بين يدي أهره حفظي أرته شيء وحفظي ومن خلفي قد على شيء وعن يميني ومن خلفي قد على شيء وحفظي وعن يميني مدقدي وحفظي وعن يساري بدتي وحفظي ومن فوقي كر وحفظي وأعوذ بك إله وذيك ومن قال أنه تعالى إني أنا لي لإم الله أمرض من تحتي هو سيشي الله أمرض أخصف الأرض يوم أنا نلكلي لقوي إني أنا نلكلي لقوي ونلكلي المرض وأنا تعالى وأنا بيعني وأعوذ بك إله وذيك ومن قال أنه تعالى أنا إني أنا لي أمرض من تحتي هو سلو أمرض يعني خصف الأرض دول كلي لغوي مسمى اللي حي مرض ما يبوا بحالي يوني عباسي ولا سيغاني نان تاسا كومين غلو حديث كنا صحي مين كلا يدال مدى كومين غلو بحالي ولا سيد المد أما دول كبلي لغوي لما داس فصل أنا اغتاله صحي حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن أيمن قال عبد الله بن ميكو قولي حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه أو شيء رفاعة نقدي قال رفاعة ميكو قولي لما كان يوم أحد عود مالن تهد مركي حصلي كان تامي ولما حصل مركي حصلي يوم أحد عود مالن تهد مركي حصلي وانك فالمشركون مشركين تنو قدومين جبينو قدومين آي لبعت بطنق مسلمين تنجي سدينو وانو قدومين يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شميك قول استوو سمناذا سلمائري استوو سمناذا حتى أثني أن أمان على ربي ربك عز وجل أماني فصاروا استاتي اكادن خلفه اكا استوى بلر اكادن خلفه خلف النبي اكادن صفوفا قال سفياله فقال النبي نوما يقول اللهم يا الله عليه يو لك ادي الحمد حمدك انسون هذه كل الحمد حمد ما انت لا وذك انسون هذا اللهم يا الله عليه يا قابلا لا قابلا كوغب لو لا بو ما ان لما بسط فدي لن ذكر هم كور ملو لا قابل الله ما أني أوكل لي لن ربهم لي لما قي بسطت هذا فيدي لن قد كل أبوه ملأو ولا فيدي لن قد كل أبوه كرملأو رحمة هذا فيدي لن قد كل أبوه كرملأو ولا مقربا كنوا يوم هان لما ولا قي بعات هذا فوق عين لن دهنوا يوم هان ولا مساعدا كون كلام يوم لما ولا قي قربت هذا فوق عين دهنك كلام يوم نمجر ولا مباعدا كون فوق يوم هان لما قي قربت هذا فوق عين ولا معدي اكو سيو مهان لما كي منات ادربتي ولا ماني اكو ريبا مهان لما كي منا اديت السيد اللهم ابسط علينا اله كركان فدي من بركاتك بركاتك كركانك فدي ومن رحمتك نارسا كركانك فدي وفضلك ومن فضلك فلغ اي ورزقك رزقك كركانك فدي اللهم يا الله ولي اني نسالك سؤال النعيم النعيم المقيم جوجدك سؤال الذي نعيم لا يحول وريغان سنين سيد لا يهون كوريغان ولا يزول هو نعيم كنزولا الذي نعيم كسو لا يحول هو نعيم كنزولا ولا يزول هو نعيم كنزولا اللهم يا الله ولي اني نسالك النعيم نعيمك سؤال يوم العيلة فقير لمده مالنتدي يوم الفقر واي والحاجة يوم القيامة لنجد الدنيا فقير لمده ولما الى اخر فقير كنغدو دبله اللهم إني أسألك سؤال النعيم نعمك سؤال يوم يوم العيلة فقير نمد مالنتي أي يوم الفقر والحاجة مالنت فقير نقدر رحمد الله بها ذاول يعني يوم القيامة واه والأمن أمني إلهك سؤال يوم الحرب حرب مالنت مالنت قال للحرب يوم أمنك سؤال اللهم يا الله عليه يو عائدا أعوذ أن مجن قلا عائدا مجن قلا بك ذك من قلا من سوء ما الذي هو ماتي سكو مجن قلا عديت هذا سياسونا أن نسيدي هو ماتي سكو مجن قلا وشر ما قشرتي سكو مجن قلا منا تدربت منا أن ربس اللهم يا الله عليه يو حبيب لينا إله نجلي سير إيمان إيمان نجلي سي وزي وزين أنت إله قرحي
هو الإيمان إيمانك في قلوبنا قلبيالك أنك قرحي وكريه أنت إله كهسي إلينا أن نكهسي الكفر قالنا من نكهسي والفسوق فاسقنا من نكهسي والعصيان آسنا من نكهسي وجعلنا إله نويل من الراشدين هنها ننسو نويل اللهم يا الله والله يتوفى أنت إله ناون نوفسي مسلمين هال مسلمين أن خاتم دان في الهيسي وحينا ننولي مسلمين هال إنكم مسلمين إله إنغان سم إله نسديوي والحقنا إله نهليلي بالصالحين هانس صوب صالحين تأين هليلي غير خزايا هال إنكو الذلاوي غير كودي غير خزايا هال إنكو الذلاوي غير كودي ولا مفتونين هال إنكو لفناي غير كودي اللهم يا الله وليو قاتل هلاك الكفرة كفرد هلاك قاتل دل إله هلاك وإيمانا الكفرة كافرين تهلاك الذين كافرين تسوي يسدون الناس دتكو جيديا عن سبيلك جدكو جيديا ينكو ريبايان ويكذبون بين يوين رسولك الرسول يده درستي بين يوين هنسو إله هلاك وجعل إله ويل عليهم على الكفار قالوا كرشو رجسك عذابك ويل وعذابك عذابك ويل اسكو معنى اللي اللهم يا الله وليه قاتل دل الكفرة قالوا دل الذين كفروا سو وطول لسيئي الكتاب كتابك لسيئي كتاب شو كعمل فلوهين إله هلاك إله الحق يا إله الحق اللي حقها يو منادو حذف من ورفني الدواء إله الحق يا إله الحق اللي حقها يو حديثنا الصحيح قال علي علميك قولي وسمعت ديكي وحديثك عن محمد بن بشر ناكو ديكي واسند هو محمد تيري أيو حديثك تيري ولا أجيء أن ملكوين به بالسند دي سند كسوية لكن ملكوين ولا أشك ياهي علي المدين وشيخ البخاري حدثنا علي هو ديميراني قال علي علميري حديثك صحيح انتكت ابن يورت قال علي ميري وسمعت ديكي وحديثك من محمد بن بشر كو ديكي هو ديكو ديكي فيرب مروان ماهيني حدثنا مروان بن معاويه ديراي حدن ماي كوديغي لي عن محمد بن بشر واسنده هو محمد اسنادي هو حديث كان متصل كديك هريري ولا اجي انا من كوين لكن اي يعني واكي بي بسندي سلفاي من كوين لي معنا ماي كديك انت لا اتقن هو مسقن معنا سند كاس في لمين كسو او كلام دجي ولا اجي انا من كوين كاري بسندي سند كيس لفاي من كوين معنا لا اتقن انا مسقن هو سند كاس كان مروان سوغي لي حدثنا مروان ما كاسا ان سوغوا لما شاء كوري لكن شيخ دنب من سوغون كاسا ان سوغون سلاي باب الدعاء هذا باب الدعاء توغمي ام باب ان دل كربي قربدك دي الهي ولي لك توغ لهاي قربي شي دوب قوبت ولي الهي توغ فدي قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس قال ابن عباس كان النبي نوم هذا صلى الله عليه وسلم يدعو النبي نوم الدعاء سدا ان دل كربي قربدك دي مك دعاء سدا لا اله الا كلمه جل الا الله الهي ما الله سو العظيم وين الحريم ذل قاددو ودومنك اساده دم ايغاب كان اند دجيان لا اله الا كلمه جل الا الله الهي ما الله سو رب السماوات والارض سماواتك رب الشاهي ارض رب الشاهي ورب العرش عرشك رب الشاهي العظيم وين داول كربو حديث كان صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال جعفر ميكو قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر انه ان ابا بكر قال ابو بكر اليمي انه ان عبد الرحمن انه ان عبد الرحمن قال عبد الرحمن ميكو قال اليمي يا ابي بكر تمين غري ها يا ابتي اوك يو اني انا اسمع ان ديغي كاديك ديغي تدو دو اساس كل غدات صباح كست دو ادنك نغ نغ صلاه كست يا ابتي اوك يو اني انا اسمع ديغي كاديك ديغي تدو انت دو اساس كل غدات صباح كست اللهم يا الله ولي عافي انت اله عافني ان يافي في بدني بدنك ان عافي اللهم يا الله ولي عافي عافني ان يافي في سمي مغلك ان عافي اللهم يا الله ولي عافي عافني ان يافي في بصري ارغي ان عافي ارغي ان عافي واي لا اله الا كلمه جر الا انت ما تعيد اذكنك نغاس او ها كلمات كنا ثلاثا كنك نغاس حين وقتي ادن تمسي قلب سلاس وحين وقتي تسبيح وبر سلاس ثلاثا يكنك نغاس تعيد كنغ نغاسها كلمات كن ثلاثه كنغ نغاسينا وقتي تمسي قلب سداس وعين وقتي تسبيح ادوابر سداسن تعيد ثلاثه لوين يعني سدك نغ نغاس صلاه ست توك الهابت ست توك يك ديغو وتقول ما راس ولي بدن اللهم يا الله ولا اني اعوذ من قلبك اديك ومن قلب من الكفر ومن قلب والفقر فقير مكو من قلب اللهم يا الله ولا اني اعوذ من قلبك اديك ومن قلب من عذاب القبر ومن قلب لا اله الا كلمه جل الا انت عظما تعيد هي كلمات كناها كلمات كنغنغاس تعيد انت هذا كنغنغاس هي كلمات كنغنغاس
ثلاثا سد توك يكن نغاسو حتى تمسي انت الى قلبيس وحين وقتي تصبح وابريستون يا تعيد كن نغاسد ثلاثا فقال الاب او كيمرين امر توا يا بني ويلك يو سمعت ديغي رسول الله ديغي صلى الله عليه وسلم يقول رسول كالك قلو بينا بالكلماتك قولا ديغي وانا انين احب انا نمي جيلا ان استنى اني ان كسن والد جيلا بسنتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نبو طريقي دي سنه طريقي هادو فدو طريق اسمروغ اخرك لي ونو فدو الهي كرالي دي سكديرو فدو قال ابو بكر تميري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهي رسول شيميك قولي دعوات المكروبي كان مكروبي كان لكر بي دعويال شي اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت واي دعوات المكروب كان لكر بي دعاء شيء دعاء يال شيء اللهم يا الله والله يو أرجو أن رجي رحمتك نحرست رجي ولا تكل أنت إلهني أن إنكتل سارتو إلى نفسي نفتي إنكتل سارتو طرفة عين البركس شيء إنكتل سارتو أي أمرك أن شلده إنك تلا سارتو حتى البركس إنك تلا سارتو مسكفرنيو واصلح إلى وغاجلي أن شاني شانيجي كله كل الشأن شانيجي كل شيء غاجيو لا إله إلا كالمجر إلا أنت يان الدعاء المكروب وإلا نلقر به دعاء ديسا كميدتهم حديث كان حسن وإلا درجيديس حدثنا محمد بن العبدالعزيز عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكر قال عبد الملك ميكو قال حدثني رشيد ابو محمد عن عبد الله بن الحارث قال عبد الله بن سمعت ابن عباس يقول ابن عباس قال قالوا كان النبي نبي ما هذا صلى الله عليه وسلم يقول النبي نبينك قالوا هذا عند الكرب قربك دي ميكو قال لا اله الا انت المجر الا الله الا ما لا سوى العظيم وان الله سوى العليم ذل قاد لا اله الا انت المجر الا الا الله اله ما لا سوى رب العرش عرشك العظيم وان ربي شيء لا اله الا انت المجر الا الله الا ما الله سو رب السماوات سماوات ربشة ورب الأرض أرض ربشة ورب العرش عرش الكريم وناقصان ربشة اللهم يا الله وله يو أصرف إله إل شره شر الشيء شيء شرطس أو إل أني أنجي أو إلها اللهم يا الله وله أصرف إل شره شر كل شيء شيء كسر شر شيء أو إل إله أني أنجي أو إل أوكل حديثنا صحيح واي باب الدعاء هذا باب الدعاء دعاء باب إن دل استخارة خير دلبوك قديه مركيات استخاره سميس ان الدعاء سدا والكستو سميتو ميل فداي سميت الفداس الهي ادو توك دو استخاره تكتمانا قال المؤلف رحمه الله حدثنا مضرف بن عبد الله ابو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جابر ميكو قولي كان النبي نومي هذا صلى الله عليه وسلم يعلمه ورسولك ناوني نبراي الاستخاره خير دلبو في الامور ارميا لكل كاهي أرميال كل شيء إنين وخير طلب نور أمراي. هرت شيء واجب استخارة ملن سمية واجب أول كوفذبة وابجود ذاسبة. شيء حرام استخارة ملن سمية. شيء استخارة ملن سمية وما يبوا ولا مباحات. غور كوي بلا ما يتو غور سفلاسي سفر كوي شركة ضاد قال فلاسي ولا أجا سوى الدنيا كذا سابسن. أنا سا استخارة ميري خير كجرا إله يوافق جيله. هاي كسورة يعلمنا الاستخارة تانا براي في الأمور يرمي على الاستخارة سمين ومرتبة واحد كي أوكل كسورة سورة أوكل نيم براي استخارة سورة داسو من القرآن سنين براي أوكل نبغ مير جرى إذا هم بالأمر إذا هم أحدكم أوكل وأحد كين هديهم يو بالأمر أرنهمي كوي والآن سميك قال فليركع هو أحد كي تكدو ركعتين فليصلي ركعتين لم ركع تكدو فما يقول الأحد أحد كما يقول اللهم يا الله والله إني أنا أستخيرك كوخير ضربة بعلمك علمك كوخير ضربة واستقدرك إلهك أول ضربة بقدرتك قدرتك أول ضربة وأسأل أنا عن سؤالك هذه السؤال من فضلك إله فضلك سؤاله فضلك سؤال عظيم وين فإنك إله تقدر أنت إله أود ولا أقدر أن ما أود وتعلم أنت إله أود ولا أعلم أنا أن موشي وأنت إله علام الغيوب وحيا لما قم ألي أوكي أتواي ولما قوم ودان ادي كوار غبتلاه شيخ اسكو فدا الى ما ولي نغد دون ان موشي غيب ولي نغد دون موشي اللهم يا الله والله يو ان كنت هديت تتعلم كيو هديت هذا الامر امرك كان هديت اوغدا خيرا امرك كل مركي هذا الامر ادلاس مركاسي مركاس هذا الامر ما يكبدلاس ان كنت تعلم هذا الزواج او كل غره فدايتما ان كنت تعلم هذا الزواج يا راس
ما السفر فضائت ما إن كنت تعلم هذا السفر يلتمنا مركز الأمر بدل شوى ولا يفضل شيء قداس آهي ويسمي يقدر الكل شيء ندون حديث آخر شيء لي ويسمي حاجة ودنتي سما قاوي أنت كما قاوي أنت كما قاوي إن كنت تعلم آهي هذا الزواج إن كنت تعلم هذا السفر إن كنت تعلم هذا الفلانة ميرك شيء قداس هذا الأمر تبوصيه اللهم إن كنت أديت تعلم كيوك أديت هذا الأمر أمرك أن فضاهي بلوه خيرا إني خير إيا لي أن خير إن إيا دكدو في ديني دينك خير إن كي والكس دين تلم ريسيي دين تي بدو تدبين كشانان غوركم بلامي تغن غور سداي دين تي إن دبان سفركم غور دين تي إن دبان وما عاشين ولا لي بخير إن إي وعقب تامري أمرك إربتس خير إن إي أو قال النبي ميكو قولي في عاجل أمري أمرك كيدس دكدك بخير إن إي وآجله آجلي أمري أمرك كيدس مضل أب خير إن إي فقدر أنت إله قدره الأمر أمرك لأن الله أنت إن قدره وإن كنت إله هديت تعلم كيوك هديت أن هذا الأمر أمرك كان الشر شرعي لي أن شرعي إي في دين دينك شرعي إي وما عاشرنا لليد هذه شرعي إي وعقبة أمري أمرك إربتس شرعي إي أو قال النبي ميكو قولي آجلي أمري أمرك كيدس دكدك والدنيا بشري خير شرعي إي وأجري أجري أمري أمرك كيدس مدلع آخرة بشرين أي فصرف أنت إله إله الأمر أمرك أني أنا جاي أو إله وصرف أنت إله إله أني أنا إله عن وان الأمر نو إله دل هذا قلبك إله تبنى والساسة إله قلبك إنا كلابو وقدر لي أن الله أنت الخير خير إن قدر حيث ميل كان وجده هو خير كله ميل على ميري خير كجره يوافجيه ثم أمرك يوافجي هذا دنا رالي رالجليني أني رالي سي إلى الله اسم أنا شيء قصي إلى الله اسم قلبك يمير كلا إلى ثمنه ويسمي هو رجلكم أقاو ذا حاجته جابر لمنا عن جابر ويسمي هو رجلكم أقاو ذا قال جابر أوكلوا ويسمي هو رجلكم أقاو حاجته دنتي سشيء ذا دنتي صلاحي تيرة حديثنا صحيح معروف حديث مختصرات كلام حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء دعاء سدي في هذا المسجد مسايت دعاء سدي مسجد الفتح مسايت مسجد الفتح لا راوي دعاء سدي قرب المدينة مسايت كيالو على قد أتين من جبل سلعة جبل كجبل السلعة لا راو مدينة جيس يا كيالا جبل كاسيني شي ميلا نو كيالا مسايد كاسل شي مسجد الفتح له ميلا سيدي ميلا كدو عشري الاثنين يوم لانديكو يوم الاثنين يوم مدكا يوم الاثنين يوم كدرسوي لانك كذا او كالغاب يوم الاثنين اثنين مالنت هذه يعني واكي مثلا با يا دو عشري ويوم الثلاثاء دو عشري ويوم الاربعاء دو عشري فاستجيب له للنبي نبغى لن اجيبي بين الصلاتين يدعى سدي بين تتعلوش سفير دعا رسول الله كتعلوجي بين الصلاتين لما صلاه لم نتيو دعى سدي من يوم الاربعاء يوم الاربعاء يدعى سدي قال جابر جابر ما يقول ولم ينزل بي امر امر ما يدغن امر كاسو مهم غائد شديد در الا توخيت تلك الساعه سعداس رسولك دعى سداي ان سداي فدعوت الله تعالى توغي فيه في تلك الساعه فيه اما في المسجد بين الصلاتين دعى سداي يوم الاربعاء في تلك الساعه الا عرفت كساي الاجابه اجيب دعى كساي لغي ولم ينزل بي جابر اللي قال جابر مري ولم ينزل بي ان قبدي ما دغن أمر أمر ما يدغن أمر كاسو مهم مهم أمر كاسو غائد شديد درن إلا توخيت جسداي تلك الساعة سعداس رسولك إلهي توغي جسداي فدعوت الله إلهي توغي في مسجد الفتح انتسادم إلى إلهي كتوغي بين الصلاتين لما صلاة نتيو إلهي توغي يوم الأربعاء أربع مالنتي توغي إلهي في تلك الساعة سعداس تاسه يا إلهي توغي سعد رسولك أن دعا سلاوة رغاي إلا هدي أن توقب عرفت ميكا ساي الإجابة إجابة الدعاء هو دعاء ذي أجيبه شدر ميكا ساي له ولين قاوة بلا إلي دعاء ذي حديث كنا حسن هو قال المؤلف رحمه الله وحدثنا بين الصلاتين معنا ميرسل الدعاء حدثنا علي قال عن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص بن أبي حفص بن أخي أنس عن أنس قال أنس ميكو قولي كنت أن هذه مع النبي أو مع شيل الجري صلى الله عليه وسلم
فدعا رجل رجلك إلهي توقي فقال رجلك مير يا بدي السماوات سماوات قال له أبو ري بغير مثال سبق ملك ديديغو انجرنا أبو ريو يا حيو الله نولا يا قيوم الله قمايو مخلوقات لغم ملشو تدبيرشو قمايو إني أنا سألك إلهك سؤاله سلنكو أريواي فدعا رجل كذا كذا كدعا سدي رسولك نديغاي فقال النبي مري صلى الله عليه وسلم أتدرون كساسنا بما ميد الرجل رجلكم دعائي سدي كساسنا أتدرون كساسنا بما ولقي دع الرجل رجلكم دعائي سدي كساسنا والذي والله الذي معبودك نار ذي نفسي نفتي بيدي يدي الذي قانت سسونا تك نار ذي دع الرجل رجلكم كان اتوغي الله تعالى إلهي اتوغي باسم اسم الله إلهي مغاشيك اتوغيه الذي إسنك أسوء إذا دعي هدل التوغو به بالإسم الذي إسنك أسوء إذا دعي هو الله هدل التوغو به بالإسم لك التوغو أجاب الله إلهي أجيبه إياك الدعاء سديه حديث كان الصحيح قال المؤلف رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال ما يقول يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي الخير أنه أن أبي الخير سمع ديقي عبد الله بن أمر قال عبد الله ميري قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ميري للنبي نبو مينغر يعلمني يا رسول الله يو دعائي بارا دو دعائي سدو بي بدعائي في صلاتي في آخر صلاتي صلاتي آخر شك دعائي سدو يبرو دعاء دسو يفدهو دعاء دسو يبرو قال النبي نبو مينغر قل يا أبا بكر اللهم يا الله والله إني أنا ظلمت ظلمي نفسي نفتي ظلمي ظلم أنا ظلمي ظلم غاسو كثيرا فربضا ولا يغفروا ما ندافوا ذنوب ذنبي ألم ندافوا إلا أنت إله ودافت ما فاغفر أنت إله ودافت لي أن لا أنت إله من عندك أقده شيء مغفرة تندم دافي داف ما يقول إنك إله وأنت ذا الغفور لي دافو بدن الرحيم ناري سو بدن يتاو حديث الصحيح باب هذا كان باب إذا خاف هو الرجل هدي أبصده السلطان اللهم مضح أي أسكري والساسك أبصده ما يقوله ما يقوله لبي إيو بنو آدن غير شيء هديك أبصده والبعض سلطان هدي مضح وينو مضح باب ما باب إذا خاف الرجل رجل هدي أبصده السلطان اللهم مضح أي أبصده ما يقوله ما يقوله صحيح ركيد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال أعمش ما يقول حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول الحارث قال عبد الله بن مسعود ما يقول إذا كان هدي هذا على أحدكم أحدكم كرشي هدي هذا إذا كان على أحدكم أحدكم كرشي هدي إمام هذا لما ذا حيمانا لما ذا وين ما ذا هدي يخاف الأحد أحدكم كوب صدايو تغدرس يعني تاهي تغر تغد تاهي يعني يخاف الأحد وأحدك كوبس دايو تغدرس هو يعني تكبره هو كبير شيء كوبس داو أو ظلمة أو ظلمة الإمام هو إذا كان أحدكم أحدك ندي هذا إذا كان على أحدكم أحدك كرشيه دي إمام إمام هذا لهو كماي يخاف كوبس دايو أحدك نسونا تغرسه تغدرسه يعني تغدرسه أي تكبره له كبير شيء كوبصداو أو ظلمته وظلمة الإمام إمام كأس كبير شيء إيو نيو ظلمي شيء كوبصداو فليقول يا رجل اللهم يا الله والله يو رب السماوات السبع التضبط السماوات رب شيء يو ورب العرش العظيم أرسك بينا ربه شيء يو كن لي إله إنهاو كن أنت إله هاو لي أن ينهاو جارا مجيرا كوبت باديو هاو من فلان ابن فلان إله بلو بلو أن ينكسل الضيوة إحساس له من فلان ابن فلان كن هاو لي أن لا أنت جارا مجيرا كيبت باديو هاو من فلان ابن فلان فلان بن فلان إله أوبت بادي وأحزابه أحزاب فلان ابن فلان فلان بن فلان أسقر تسن إله أوبت بادي ومن خلائقك كل شو خلقيالك الله أذي أودن له أي فريضة إني أحد قذبو على علي أن كركي أحد أحد يهد قذب أحد كاسو منهم من الإمام والأحزاب كم إذا منه من الفلان والأحزاب يهد قذبو إلى وبد بادي كن إن هاولي أن الله أنتي جارا مجيرا كي بد بادي ومن فلان من فلان وأحزابه ومن أحزاب أحزاب فلان فلان جماعة ديس إيدين شيء وبد بادي من خلائقي كخلقك كم إذا أي يفرط إني حد قذب إله أوبد بادي علي أن كركي أحد أحد يحد قذب أحد كاسو منه من الأحزاب حزبك أسكم إذا أو يبغى أحد أحد قوغو علي كركي قوغو أوبد بادي
عز قوية ميهوك بضدي جاروكا مجيروكا بدباديوكا والكسوك هوك بضن إله ولك يذبت بعد اللان تابدو كرملي أبوت كسلان كلها أضيبا نؤدن ليو خلقك عليكم إذين أذي والكسوك سريتو آي يعني أو يدغي أي يفرط علي كركي أحد هد قذبو أحد كاسو منه من الأحزاب كميدة أو يدغي أحد علي كركي أحد قوغو إله كوميغن غلي وبدبادي ماي ولي عزة قوية ماي هوك بددي جاروكا مجيروكا بدباديوكا هوك بددي وجل ماي وين ذي ثناؤكا ما أنت ووينتي ولا إله إلا كالمجر إلا أنت عظما ساخي سدي الدعاء يعني عند دعاء الخوف من السلطان ونحوه حديث كان صحيح قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو يونس حدثنا يونس عن منهال بن عمرو قال منهال ميكو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس ميكو قال اذا اتيت سلطانا لما ضاح دي اذن سيت مهيبا مهيبا لك هيبا سدو اي يخاف الناس دتك كوب سلطان دي اذن سيت تخاف ان تعذيب ابصلاه تو اي يصلو اني بودو بكذا كيبود اي اي هرك اني اذكر كهر كوب سلاسة اذا اتيت دي سيت سلطانا لما ضاح مهينا لك هيبا سدو مهينا لك هيبا سدو اي يخاف الناس دتك كوب سلطان دي اذن سيت تخاف انت ابصلاس اي يبص اي أي يسطوى إني بوضو أي أي يقهر إني قهرو بك أذك قهر كوب صداس فقل دو الله إلهي والكست أكبر كوين الله إلهي أعز شرف بضن أما كو عزي عزيز كو أيكو هوك بضن الله إياه أعز هوك بضن من خلقي خلقي شيك هوك بضن جميعا هالين الله إلهي أعز هوك بضن أقوى هوك بضن من ماغي أخاف أنو كوب صداو إلهي كو هوك بضن وأحذر أنو كو ديكتو نضو وأعوذ أن ميغن قلع بالله إلهي ميغن قلع الذي الله صلى الله إله إله كرنجان إلا هو إلهي ما الله صلى الممسك السماوات السبع تضب السماوات هاي الله صلى الممسك قبضي السماوات السبع تضب السماوات قبضي من أي أن إني ديانك قبضي الله صلى الممسك قبضي السماوات السبع تضب السماوات قبضي السماوات سماوات السبع تضب هاي قبضي أي قعنا من أي قعنا سبدا سنين ديان على الأرض للكوخ ديان كقبضي بيذني إذن الله إله إلى ديدس كقبضي إلا أميكو من قلع أعوذ بالله من قلع الذي الله صلى الله إلا هو من قلع من شر عبيد عبدك أدونك شرطيس يكو من قلع فلان هبلو إيوا وجلودي جلودي فلان فلان إذن شكو من قلع وأتباعه أتباعي فلان فلان تابعين تسكو من قلع وأشياعه أشياع فلان فلان تابعين تسكمان له من الجن جن والإنس إنس إلهكم من قلوا اللهم يا الله ولا يكون لي إله إنهار جارا كوبد باديا وإنهار من شرهم شر الخلق خلق شرتي أوبد باديا وإنهار كون هاو لي أن إنهار جارا كوبد باديا ومن شرهم شر الخلق خلق شرتي أوبد باديا وهاو جل ما يوين ذي ثناؤك ما أنت وينتي وعزة ما يشرفوه جارك لأنك يذبد بادي درسك وشرفوه وعزة ما يشرفوه جارك درسك وشرفوه لأنك ذاك يمكن قلي وتبارك وتعاظم ماي با كورنغدي اسمك مغاغا كورنغدي وتبارك وتعاظم ماي با ويندي اسمك اسنكا ويندي ولا اله الا كلمه ولا اله الا غيرك غيرك اي مهان قال النبي نومك قولي ثلاث مرات اما قال الرجل رجلك ستاسندو اي سدو ميك قولي ثلاث مرات اكو قولي اذا اتيت سلطان ماين قال الرجل ميري ثلاث مرات دوادن كنغنغو بس ولا سلايك بد باذيره حديث كنا لنقص قبص لهاي صحيح حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس مختلف فيه وإلنكاس قال أخبرني أبي أو كي إن خبر يلي أو إيه عبد العزيز بن قيس لري أو شيء مجهول يسون أو ك أن ابن عباس حدث شيكوي هو أبكاس إن شيكوي قال ابن عباس ماي كقول من نزل لك تقول بي بمن من كهم هم هكذا او غم مرك كدرت او كرب قربا كدغد همك اي غمك سميد لي مرغ لي لكن شل فضدين من نزل لنك دغو بي بمنك هم هم كدغ همك ماي بوا مرغ يروا غم تاوين غم تمرغين اي معنى ساسا ول يرك شل ما مرغ لي لو ما ديبو من نزل لنك دغو بي بمنك منك كدغو هم مرغ خفيف كدغد او غم اما مرغوين كدغد او كرب قربوين كدغد او خاف او صدام من سلطان كوب صد فدا دعايسد بها اولاي دعوات الدعيال كان سودان دعايسد استجيب له لمن كان سلن اجيبه
ما الدعاء يالك أسألك إلهك سؤال بلا إله إلهك المجر إلا أنت عظم الله سو رب السماوات السبع تضب السماوات رب الشيء ورب العرش العظيم ورب العرش أرسك العظيم وين رب الشيء وأسألك إلهك سؤال بلا إله إلهك المجر إلا أنت عظم رب السماوات سماوات كسبع تضب دهين رب الشيء ورب العرش أرسك الكريم وين رب الشيء وأسألك إلهك سؤال بلا إله إلهك المجر إلا أنت عظم إلا أنت سينك بلا إله إلا أنت بلا إله إلهك المجر إلا أنت عظم الله سو رب السماوات سماوات رب الشيء سماوات كسبع تضب دهين والأرضين أرضيالك السبع تضبها إن رب الشيء وما ورب ما رب الشيء فيهن في سماوات والأرض كسونا ذينا كلاوات على كل شيء شيء كسقديرون اللي أوديت ثم سل سؤال ولكن تنقى الدعاء إلهي أمانين جيسد كبعد سل الله إلهي سؤال حاجتك دنت سؤال هلا سريب لكن عديث الله إيفو إلي أجلي لنك أسلم وفيك جرن والله إيفي غاية باب ما الذي ينباب يدخر لنكيد يو لدى إلنك إلهي توقو لنكيد يو من الأجر إيه ومن الثواب يو هذا مركز الهي تقدس بذي الله فايد الله الاسو باب ما الذي انباب يدخل لنكيد يولد داعي لنك الهي توقو لنكيد يو من الاجر اجر ومن الثواب ثوابه قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن علي قال اعلمك قولي سمعت ليك ابو المتوكل الناجي قال ابو المتوكل مالك قال ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم امين مسلم مسلم جر مسلم كاسو يدعو دعاء سداو ليس المدعو واي كان توغو نغهانه بيث من دمبنغان ليس اسين شقدر ليس المدعو كان توغو نغهانه بيث من دمبنغان ولا بقدي عت رحيم قراب غوي اونغان مجر لن الهي توغو من جر ما مسلم يدعو الله تعالى توغو من جر الا اعد الله الهي سيالي مسلم كاسيالي احدى ثلاث سدولها توديو الهي سيو إما أي عجل إلهي إن الدجيل له للمسلم دعوته دعوة المسلم المسلم كأصدو أديس الدجيل وإما أن يدخر هو إلهي إن كذيو هاد دعوة أصله للمسلم إن كذيو في الآخرة ولا الدنيا كفلا سيلا وسيلا إتني لك إن الدجيل هذا سلمك الدنيا لك يسي ما وإما أي يدخر هو إلهي كذيو ها الدعوة الدعوة سلاه إن كذي له للمسلم إن كذي في الآخرة إن كذي إما أن يعجل هو إلهي إن الددجيو له للمسلم إن الددجيو دعوة إن الددجي وإما أن يدخر هو لين كذي ها الدعوة له للمسلم في الآخرة إن كذي وإما أن يدفع الله إلهي إن الرهبو عنه عن المسلم المسلم كاسي شكر رهبو من السوء هما تهي شكر رهبو مثلها مثل الدعوة ولا يستوق داي ولا مثل هما تهي جهي سنائن لكو كرهبو شديدا له مركز صدر الله رأي لنغ مسلم الدعاء صدو مجر إلا أرنتي صدر الله نغداس لأري قال أبو سعيد الخضري ميرا إذن مركزوي يكثر أجرنا وأجر كان بعض ذيبا ما يو قال النبي نوميك قول الله إلهي يا هو بسن أكثر بضن وهي مانا الله إلهي أكثر كي بضن وجر كبديو إذن يكثر أجرنا يكثر هو بجال الله أخي ساسنا غداس إذن يكثر بد ذيب ما يأجر كان بد ذيبه قال النبي مرى الله أكثر إلهي يبدي أجرك بديه رواية الترمذي لكن ما دي كاسل إذن نكثر سين دي كاسل نوما دي كاي مركاز صحوة إذن مركاز نكثر بديان الدعاء بديانه دعاء بديانه ننهوب مربو أساسة الدعاء فإذا أسمر بلنكفان مركز نكثر الدعاء بديان قال النبي مري الله أكثر إجابة إلهي نجيبوك بديه وبسين دعاء بديان الله أكثر أجرا مثل إلهي أجرك سين بديه مركز سين مثل جابوك سين بديه صحيح حديث كنا حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفدي قال حدثني عبد الله بن موهب عن أمي أذر شيء عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي قال النبي نومي قول إمام مؤمن لا مؤمن مجر مؤمن كاسو ينسب توسيا وجه وجيش ان توسيا الى الله عز وجل ان توسيا يسال مؤمن سؤاله الله تعالى الهي مساله سؤال سؤاله من جر الا اعطى الله الهي سيه هو مؤمن كاس اياها المساله مساله سيه له ولسؤال سيه له اما عجل الله الهي ان ددجيها المساله له للمسلم ان ددجي في الدنيا ان ددجيكو وإما ذخر الله إلهي ذخر وإما ذخر الله إلهي كيديو
ها دعوه داس مساله داس الله للمسلمين كيدي في الاخره كيدي ما لم يعجل ما لم يعجل هو عبد ما لم يعجل هو ممكن تبن دغدغ ما لم يعجل هو ممكن تبن دغدغ سن قالوا مرن يا رسول الله وما عجلته عجله المسلم مسلم كدغدغ سدو شي ما هاتي قال النبي نومي يقول يقول المسلم مسلم كي امري دعوت توغي دعوت توغي الهي توغي توغي ولا ارى ان مرنه الله تعالى الهي يستجاب لا اجيب يلي ان لين اجيب مرن سدره ولا ارى ان مرنه الله تعالى يستجيب لنك يستجاب لما ولا ارى ان مرنه الله تعالى مرن يستجاب لي لين اجيب مرن الهي توغي توغي ولا اكبر ان اكبر هوب سدره ما يفلا دعاده كتبه مركه دمريت بس مركاس ملك بلاو ادن كتبني ودو ودول لي فدا ولا جيبها مكور غبت ما هين حديثنا صحيح هدي ولا سؤال اي تبل هون هاين هدي ات الرحيم اي دم بن هاين ودبا شين باب صحيح وين حديث باب فضل الدعاء دعاء فلش ينبابه هذا باب فضل الدعاء دعاء فلش ينبابه قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا عمران ان تدت عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نوم يقول ليس شيء شيء مهان اكرم كرام بدن على الله تعالى إلهي كرام بدن من الدعاء إلهي ولجيري منك جيري الدعاء انك جيري درجن انكر ويرو كرام بدن كيسيو ليس شيء شيء أكرم كرام بدن على الله إلهي كل شيء من الدعاء دعاء كرام بدن من جر اي اكثر كرامة كرامة بدن وارفع درجة درجة كر ويرو بدن درجة لكن كر ويرو من الدعاء لكن كر ويرو بدن من جر توا حديث كنا سام والإلهي الدومي شيء درجة كرام غاداو كرامة يومين كبدن الدعاء توغم إلهي توغيهم سيلهي توغم دن جيري فضل الدعاء الكوادلاي حسن واي حديث درجيس قال المؤلف حدثنا خليفه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران ان قتاده عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نومي يقول اشرف العباده عباده ان شر بدن الدعاء الهي توغمدي سواي حديث كان الله اي يعني واكي مثلا ساسوا هي ساسوا اشرف الدعاء دعاء فر بدن الدعاء أشرف العبادة عبادة شرف بدن الدعاء والدعاء واي ضعيفة لينك ديك حديث كان ضعيف الكشاقي هاي يعني واكيه ضعيف واي قال المؤلف رحمه الله وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العباد إن الدعاء الدعاء هو الدعاء العبادة عبادة ثم قال النبي نومي يا اخي صلى الله عليه وسلم ادعوا توغني ان يتوغ امر ما الى ان امر عباده استجب انا ان لكم سنجيبي صحيح حدثنا عبيد الله المبارك بن حسان انا دعا عائشه رضي الله تعالى عنها قال عائشه ما يقول رسول النبي نبى سؤال صلى الله عليه وسلم اي العباده عباده الى لا بد افضل من فضل قال النبي ما دعاء المرء قف توغمديس لنفسي نفسي الى ان توغوا عبادة أنفاض بعض ما يبوا إني إلهي قفتوه دعاء المرء قفتوه شيء لنفسي نفتيس إلهي إن توقضه حديث لكن ضعيف ويكن سن قال المؤلف رحمه الله وحدثنا حدثنا يعني وكي عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال أخبرني رجل منها للبصرة قال رجل كميري سمعت لي ما قلمنا يسار يقول ما أغني لالك قوله إن دلقت تبي مع أبي بكر الصديق لتبي رضي الله تعالى إلى النبي أنبني فقال النبي مري أبا بكر أبا بكر للشرك فيكم أخفى من ذبيب النمل للشرك شرك فيكم لهذه أخفى كي قرصون أو بضنغو من ذبيب النمل دورو كتبه وشيو دورو كتبه سرق دي أمل ديغي مي بتاس كدرنا شرك سدي سنغ يو سنغ ومالايانا سنغ كدبه للشرك شرك يفيكم لهذه أخفى كي قرصون أو بضنغ شركة دتين سينغرس نو ساهي غرسون بدني سينغ دريمان سين كفلو من دبيب النمل دوري دي كتبو شو دورو كتبو شمي كو سي غرسنا دورو كتبو شمل ديغي اي ول اي دن غرسنو حد ديغن ريتو دون ديغان ما مي كو غرسنا ها غالمت سينغ سينغ دبا سو كو غرسمو سو جراو ما نا شرك فقال ابو بكر ميري وهل الشرك ما رسول الله الشرك ما هانه وهل الشرك شرك ايا إلا من ما جعل ويلي مع الله إلهي ما شيء إله آخر الويلي ما قال مولك لجرانه قال مولك لجرته فقال النبي ما رأيه والذي نفسي بيده لا الشرك شرك
يا أخفاقر سونام بدن من دبيب النملي دوردي كتبوا شيئا على أدلك على شيء إن شيء كتسي إذا قلت ذلك قول ذهب عنك ذلك كتبوا قليلو قليلو شركي وكثيرو كثيرو شركي كتبوا كتسي قال النبي قال أبو بكر ميري قل قال النبي نوم إتسي أوكالي وها قال النبي ميري قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم صدوريد على أدلك كتسي على شيء إن شيء كتسي إذا قلت ذلك قول هو شيء قص ذهب تبايو عنك ذلك وتبايو قليل هو قليل الشرك الشرك كيدي سير وكثير كثير الشرك كين لو أذن كين شيء قيو قال النبي نوم يقول يقول ده اللهم يا الله وليه إني أنا أعوذ من قلبك ذلك ومن قلبك أن أشرك إني أنا والوذا جي بك إله والكيل وذا جي يكو من قلبك والحال أنا أعلمك يوك أهو واستغفرك إله دافتينك ويدس ذي لما شيء لا أعلم أن وقع إني أو هستيك جرون إله وذي دافتين تسكورس ذي دو حديثنا الصحيح باب الدعاء هذا باب الدعاء دعيان باب إن دريح دبالك ديال الدعاء سلام باب حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا مثنى وهو ابن سعيد أنك تدت عن أنس قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبه هذه إذا هاجت ريح دبال شديدة تنظرون هديك طه إذا هاجت هديك طه ريح دبال شديدة قال النبي نومير اللهم يا الله وإني أنا سألك إلهك سؤاله من خير ماغي خير شيء سؤاله أرسلت الريح دبال للدري بي بما ماغ للدري أرسلت هي الريح بما ماغ للدري وأعوذ أنا من قلبك يا إله وإذكو من قلب من شر ماغي سألت تساكو من قلبك أرسلت هي ريحة لها لدري بي بما ماغ لها لدري حديثنا الصحيح حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن النبي سلامة قال أبو سلامة كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي شيء مه هذا إذا اشتدت الريح والدبل هدي إذا درس الطلوع تارجع يقول النبي نومير اللهم يا الله ولا يو لا قحن تيرم ياسكوا الواي لا عقيم تي مدلوس إنكوا الواي دبل أول رمي ياسوم أنا صحاب شينا صور روب شينا س إلىه كويلو لا عقيم توم دللين كويلو دبل أو سيم بوك دو داسو دبلن دو داس جيك روب هدر لندي إبر ليلا نقدام إلىه كويلو هراي اللهم يا الله وليو لاقحن اللاقح ميل ري الريح الحاصلة للصحابي لري الريح الحاصلة للصحابي دبل أو حسلياس صحاب كنس شينس دبلو شلت تو صحاب كيشل تبياس بس المركب فرق أوكلو تونو ما يبواها حسل ياس إنس شيء إنس دبلي أسقب صدى ما ناس دي أوكلو أو روب كي الرمي دي أوكل ما ناس صحاب كي الرمي دي أوكلو صحاب كي إنس شيء أنتي كل اللهم يا الله وله يو اجعل ويل الريح الدبلن هدر الدبلن تان إله كويل لاقحن تي رمي ياس كويل وا mana ti oo sahabkani sheenasu la aqiman alladhi la khayra fiha lare aqima may lare alladhi la khayra fiha dabeel oo lu faydeen la in bus iyo bood waahi tarni le gaado soolba faydeen la in maragnan ku helayo la khayra fiha ku helayo yaani saasu mathalan alladhi la ma fihi lang lijid biin la han aqimay lang kasay lang walan dalaan ma sahab walan dalan sadaa kul biin lahayno khairan lahayno ku la aqima madalo san ku walay madalan ku walay allahumma ij'al al madara allahumma ij'al al riha dabalan ku wal laqi hanti o rob shenas ku walu ti rimyas may ka fasirni laqi han alladhi al rih al hasilatu lis sahab la aqiman allati la khayra fiha ku walay mis alladhi la ma fi wal biin lahayno aqima madalo san ku walay la aqiman ton dalan ku walay تقدلاس كويل تون دلان كويل صحيح حديث كنا بابنا ذاك باب لا تصبر واحد دبالن ايتين يم باب حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا اسبادنا عن الامش النبي بن ابي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه او شيء عبد الرحمن عن ابي يعني قال ابك ما يقول لا تصب ان ايتين الريح دبالن ايتين فاذا رايتم ديرك دم من الريح ما شيء ان تكرهون كذا سن فقولوا اللهم يا الله وله إني أنا نسألك إن أنا نسألك كسؤالا خير هذه الريح الدبل أنت خير شيء كسؤالا وخير ما هي خير شيء كسؤالا فيها في الريح كسؤال هذه وخير ما هي خير شيء كسؤالا أرسلت الريح الدبل بي بما غلا أدري وأنا أعوذ من غلا من كذكم من غلا من شر هذه الريح الدبل أنت شرتيكم من غلا وشر ما هي شرتي سكم من غلا فيها في الريح وشر ما هي شرتي سكم من غلا أرسلت الريح الدبل بي بما غلا ما غلا أدري حديثنا صحيح حدثنا مسدد قال عن يحيى بن الأوزاعي قال حدثني زهري قال زهري ما يقول حدثني ثابت الزرقي
قال ثابت ميكو قولي سمعت أبا هريرة يقول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح دبال من روح الله من رحمة الله إلى إن عريس يكم إذا تأتي هي الريح الكويس بالرحمة عريس الكويس وبالعذاب الكويس فلا تصبون غايتها الريح ولكن سلوا الله إلهي سؤالا من خيرها خير الريح دبال خير شيء إلهي سؤالا وتعوذوا من قلب الله إلهي من قلب من شرها شر الريح دبالي شرتين إلهيكم من قلب حديث الصحيح باب الدعاء هذا باب الدعاء دعاء باب عند السواعق جيجا أقدية مركي جيجا تي ويرسو كل الدعاء سلام حدثني معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج حجاج ضعيف قال حجاج حدثني أبو مدر أنه أن أبو مدر سمع النبي سالم بن عبيد الله عن أبي قال أبكم ميكو قولي كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي شيء هذا إذا سمع النبي نبو هدي ديغو الرعد هرو هدي ديغ هرو إيوا سواعقا يجا هدي ديغ قال النبي نبو ميكو قولي اللهم يا الله والله يو لا تقتلنا إله نينك دلوي بسعقق ججت إله نينك دلوي ولا تهلكنا إله نينك لاك دوي بعذابك نينك لاك دوي وآفنا إله نعافي قبل ذلك المذكور هلاك هرتس إله نعافي وهاي سكدو عيسى داي اللهم يا الله والله يو لا تقتلنا نين دلوي بغلبك لفظ الترمذي ما يدكاي لريهم بغلبك دكاي حد بسعقي كم يا هاي لا تقتلنا نين دلوي بسعقك ججتنك دلوي او دبكن يو هلاغس نينك دلوي ولا تو بغلبك رواي راسون جرت درفك الهو نينك دلنگ جتاز لنگ لنگ الهي نرفي مرمر كريدي غالد الكلاغي ولا تهلك انت الهو ناون نينك هلاك دوي بعذابك عذابك نينك هلاك دوي وعافي إله ناؤنا نعافي قبل ذلك الهلاك هلاك سرتس بله نعافي وحديث كنا ضعيف وحجاج كجري حديث باب إذا سمع الرعد الذهري لنوان انت ليه رسول الله